كما يستعد الزميل محمد بن بريك المري. شكرا للزميل سعد بن مثل العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، تتواصل انطلاقات مساء هذا اليوم في هذا السباق المحلي التاسع ومن مسافة 3 كيلومترات، حيث انقضى الشوط الأول الرئيسي مع نوادر، وبفوز نوادر المملوكة لسمو الأمير محمد بن سعد، محمد بن عبد العزيز بن سعد بن جلوي آل سعود. تهانينا والناموس للأمير محمد، وتهانينا لأبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة. أيها الأعزاء، هذا هو الشوط الأول الرئيسي للحقائق القعدان من مسافة 3 كيلومترات في هذا السباق المحلي التاسع، وهذا هو الشوط الرئيسي، أقوى أشواط الحقائق القعدان في مساء هذا اليوم. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول ويسيطر الحنيش لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني، المضمر راشد بن حمد بن علي المدهوشي، حصل دخول على الحنيش من رجوان لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن آل ثاني. رجوان خطف المركز الأول وصدارة الشوط في هذه الأثناء. الحنيش على المركز الثاني لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، راشد المدهوشي في متابعته وتضميره. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن يتقدم سلهود لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، ويليه على المركز الرابع الغاز لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل عبد الرحمن آل ثاني، ولكن دخول وتسلل واقتحام وتقدم في هذه الأثناء على المركز الرابع لخذ المركز الثالث. مباشرة ينطلق بارود من هجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فران، وانتقل بدوره إلى المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات أيضا هداد ينطلق وينضم إلى المركز الرابع في هذه اللحظات لسعادة الشيخ تيميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، علي بن حمد بن جرحة في تضميره الموهوب. المركز الخامس أيضا يصل وينطلق نبراس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، ولكن عودتنا إلى التغيير مع 1200 متر الأخيرة. انطلق رجوان وسيطر على المركز الأول وعلى المقدمة في هذه اللحظات. رجوان، يا سلام، رجوان على صدارة الشوط لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن آل ثاني. الخوف من الحنيش على المركز الثاني لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، راشد المدهوشي في التضمير. المركز الثالث وصل وانطلق في هذه اللحظات بارود، انطلق البارود على المركز الثالث، يا سلام، من أجل الشحانية جابر بن سالم بن فران في التضمير. المركز الرابع أيضا يصل شعار هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فران، أيضا مع الدكتور من يريد أن يعالج الموقف. 600 متر أخيرة يا مضمرين، 600 متر أخيرة، وانطلق أيضا نبراس يتسلل، يتقدم نبراس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط. رجوان الشوط الرئيسي، أقوى الأشواط، نبراس أو رجوان، رجوان ونبراس، والمنافسة حامية الوطيس، حامية في هذا الشوط الرئيسي الأول. رجوان سعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن آل ثاني، وأيضا سعادة أيضا وسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، ولكن نبراس رجوان، اللحظات الحاسمة، رجوان ونبراس، الشوط الرئيسي، نبراس يختطف الشوط، نبراس يختطف المركز الأول. سلام يا نبراس، سلام لسعادة الشيخ عبد العزيز بن خالد بن حمد آل ثاني، واشكرك يا الصارم على هذه المواصيل التي وصلت إليها نبراس في هذا الشوط الرئيسي. المركز الثاني رجوان لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن آل ثاني. المركز الثالث
المركز الثالث الدكتور من هجل الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع الحنيش لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني. انضم الراشد بن حمد المدهوشي. المركز الرابع بارود من هجل الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس أذكر بأن المركز الرابع الحنيش لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، وخامس المراكز بارود من هجل الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران. هذا هو ملخص الشوط مشاهدينا الأعزاء، شوطنا الرئيسي ولحظة وصول نبراس إلى خط النهاية 4:36 سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك نبراس سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، والتهاني للمضمر الصارم. المركز الثاني 4:04 رجوان هو من احتل المركز الثاني 4:38 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لمالك رجوان سعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود العبد الرحمن الثاني. المركز الثالث الدكتور وتوقيته الزمني 4:00. المركز الثالث الدكتور ننتظر التوقيت الزمني 4:43 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجل الشحانية على فوز الدكتور بالمركز الثالث، والتهاني موصولة للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران.